أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شديد البغض للمشركين لأمر الله سبحانه ورسوله بالبراءة منهم، وإذا رأيت أحدا من المشركين لا أستطيع أن أبتسم له بغضا له، فهل عملي صحيح أم أن المشروع أن أبتسم له وأسلم عليه ترغيبا له بالإسلام؟ نعم، إذا كان هذا من باب ترغيبه في الإسلام وتأليفه فلا بأس بذلك، أما إذا كان هذا من باب الانبساط معه وعدم الإنكار عليه فهذا لا يجوز. نعم.